اللهم صل على علي ابن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأساك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصلى علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله الله.